يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى ويرجع الصدى كأنه النشيج يا خليل يا واهب المحار والردى. فإحنا أذكر كنا في مقهى على شط العرب. نعم. البدر تقول يا خليج يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى فيرجع الصدى كأنه النشيج يا واهب المحار والردى. لما حببت اللؤلؤ؟ قال لي بدر لأن الصدى لا يرجع إلا حروف اللين واللؤلؤ ليس هكذا. في ذاك الوقت تعلمت أن أحترم العلم، وأنا أتعلم أن هذا معلم كبير كبير. هذا تعلم بسيط، لكن ومن بعد صارت علاقتنا أنه مرة قرأ لي قصيدة كتبها لي أول مرة، فتعرض عليه قصائدي على أي حال رحمة الله عليه.